خينا مع الحرشه تبارك الله. هنا يفتي نيسان مع خويا وحبيبي سي احمد، تبارك الله عليك. مرحبا. الله يحفظك السي احمد، بارك الله فيك. نهار كبير هذا، الله يعطيك الخير. راني معمر هادو معامري. يا سلام، بحال دركي هذا الا جا شي واحد ياخذو بشحال الثمن ديالو؟ 80 درهم. شوف يا سلام يا سلام. لا ها يا سيكو كاليدي وي عامر ولا غير شويه؟ صافي هاك مزيان. درنا الشيء نتاع البيو البنت العنزي ولا تاع البقال؟ نتاع البقال. تاع البقال. البقال نمشيو نشوفوا الخروف اللي راه يتشوى هنايا. بسم الله. ها هو تبارك الله، اللهم صل عليك رسول الله، اللهم بارك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على هذا الخير هذا. تبارك الله تبارك الله. صباح الخير عليكم خوتي، نهار كبير هذا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم كل مره نجيب لكم الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. شكرا على التعليقات ديالكم وشكرا على البارطاج والاشتراك ديالكم. اللي يدخل جديد يشترك في القناه باش يوصلوا دائما الجديد عبر القناه عبد اللطيف القنوري. الصباح هذا جينا لقريه تينيسان، بصراحه قريه متميزه، قريه زوينه كتعجبني بزاف انايا، اللي جات ما بين مدينه بركان ومدينه احفير. تقريبا في هذا المكان هذا كتبقى لك 20 كيلومتر لمدينه احفير و20 كيلومتر لمدينه بركان. الا جينا نتكلموا على الطريق ديالها، الا كنت في وجده وجاي غادي تفوت احفير وغادي تطلع، يعني الطريقه من احفير وتطلع. مشيت مرجيه وتفوت تاغجيرت تلقى راسك في تينيسان، دوز العنالمو وتهود لمدينه بركان. العكس، الا كنت في مدينه بركان وتجي طالع غادي تفوت على ورطاس. تفوت على ورطاس جعواني جواهره دوار مالو، تلقى راسك في عنالمو وغادي تجي تقريبا. المهم 22 كيلومتر تقريبا جيت في الوسط ما بين بركان واحفر. المهم غادي ندير لكم ان شاء الله واحد بطاقه تعريفيه على هاد المنطقه. هذه منطقه جبليه معروفه تبارك الله بتربيه المواشي وكذلك الزراعه والفلاحه وكذلك اللوز تبارك الله اللي راه مورايا منور ما شاء الله، وكذلك القرقع تاعهم عندهم شويه القرقع هنا وشويه اللوز وشويه تبارك الله الزراعه، وكذلك كاين واحد المقهى هنايا اللي كتوفر الماكولات والمشروبات مثلا بحال الطواجن بحال مثلا برارد بحال. منطقه تبارك الله معروفه، اللهم بارك، يعني منطقه تينيسان راه معروفه. السلام عليكم خوتي. تبارك الله عليكم. حنا كنتواجدوا في تينيسان عند العظمي. تبارك الله خويا العظمي. هاني خويا مزيان، غادي نشوفوا شنو كاين هنايا. بسم الله. مازال ما عمرناش خويا، راه عادي. واه انا نشوف والله يا ودي. واه البصله. البصله يا سلام. تبارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. هذا الشيء هذا معتبر. هذه المنطقة ديال تينيسان معروفة تبارك الله، الطواجن جلسة بلدية تبارك الله، والناس كرماء وطيبين وتهلاو في الناس. والله ياك محفظة يا أستاذ. اللهم بارك. هادو معامري. يا سلام، بحال دركي هذا إلا جا شي واحد ياخذو بشحال الثمن ديالو؟ 80 درهم. 80 درهم إيوا تبارك الله، راه الثمن مناسب. لا مناسب تبارك الله. اللهم صل على النبي. هذا فلفل عود. فلفلة. فلفل حلو. اللي بغا هكا مزيان. حنا نقولوا لزعلوم. زعلوم خويا زعلوم. وهذا اللي كيفور شنو؟ هذا تشيشه. تشيشه اللي بغات تشيشه. تبارك الله. دير نشوف. يا سلام يا سلام. ايوا هذه هي الاجواء هنايا في تينيسان مع السي العظمي. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اودي. والله الا زياره موفقه هذه. الله يسخر الجميع. الله ان شاء الله. الله يا ودي ان شاء الله. مرحبا. الله يحفظك. تبارك الله. سي احمد دائما نزوركم. الله يحفظك. شكرا. الله يعطيك الخير، الله يعاونك اخويا، شوفوا، شكرا. هذه هي الاجواء ديال تينيسان هنايا كما كتشوفوا. هي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاصة. هنايا عندنا جلسة التشيشة واللبن. ها هو التشيشة واللبن باش نديروا التعريف على المنطقة ديال تينيسان. وي راني اصبر. الجلسة كما كتشوفوا الجلسة بلدية شي حاجة اللي طوب تبارك الله. الخبز ديال الدار هنا كيطيب الخبز، هانتوما تشوفوا. السلام عليكم. الله يحفظك مزيان. هو الخبز ديال الدار المطلوع، الناس اللي تحب. يا سلام، شوفوا الزيتون املو
زيت الزيتون، الزبده البلديه، الزبده البلديه، العسل الحر نديرها، العسل الحر غديروها لهي. تبارك الله، صلي عليك رسول الله، اللهم بارك. قريه تينيسان تبارك الله معروفه هنايا. السلام عليكم. بصحة. الله يحفظك. دير لنا شي كاس. رايب ولا البن؟ دير رايب يا. بسم الله. الله يعطيك الخير. ها هو الرايب هنايا في تينيسان. بسم الله. البلدي البلدي. بغيت تسد صحتك. ها هو البلدي اخويا. دوريجي. لا ها يا السيكو كاليدي. بغيها عامرة ولا غير شوية؟ صافي هاك. مزيان. درنا الشام تاع البن. البيو البيو. البن تاع العنزير ولا تاع البقر؟ تاع البقر. تاع البقر. الله يبارك. الصحة والراحة السي يحيى. الله يعطيك الصحة والسلامة خويا عبد الدر. داك الشيء معتبر. أحسن حاجة وهي الطبيعة. الشيشة والسيكو. بيو بيو. بيو الشيشة والبن. الله يلا. صح شي حاجه طبيعيه من تينيسان. الصحه والراحه. لا ديك الصحه والسلام عليك. بقينا مع الحرشه تبارك الله هنايا في تينيسان مع خويا وحبيبي السي احمد تبارك الله عليك. الله يحفظك السي احمد بارك الله فيك. نهار كبير هذا. الله يعطيك الخير. هذه هي الاجواء هنايا في تينيسان تبارك الله كما كتشوفوا جلسه معتبره. داك الشيء البلدي. انتم تشوفوا الاجواء كي دايره تبارك الله. منطقة تينيسان راه معروفة تبارك الله. أحسن جلسة وهي هنايا في تينيسان. اللهم بارك. أحسن جلسة هنايا في تينيسان تبارك الله. شوف الطبيعة الجو زوين. الجلسة بعدا. أوي يا يا ها. هاي الجلسة ديالنا. هاي يا المسيح يا. الله يحفظك. وتحية ضربو. العز ها هو. ربي يرحم قلبك ما يبقى. حية ضربو. العز. ويضرب الحصان المطلع. المطلع نمشيو الخروف اللي راه يتشوى هنايا. بسم الله. ها هو تبارك الله. اللهم صل عليك رسول الله. اللهم بارك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على هذا الخير هذا تبارك الله. تبارك الله. ها هو الخروف تبارك الله راه يتشوى. اللهم بارك. يا سلام. الحمد لله رب العالمين على هذا الخير هذا تبارك الله اللي كاين هنا موجود في المنطقه ديال تينيسان. اللهم بارك. وما تنساوش خوتي دائما البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد عبر هذه القناه عبد اللطيف القنوري. ورحنا عاد هنايا باش ان شاء الله ندير لكم التعريف على هذه المنطقه هذه وشنو كيكون فيها بالضبط وفين جات. تحيه. نمشيو نشوفوا عمي الدخيسي اللي كيبيع النبق. ياي تبارك الله عليك عمي الدخيسي. الله يلا نهار كبير هذا. دائما كنجيو نزورك هنايا في المنطقه ديال تينيسان. مرحبا بكم السي يحيى تبارك الله عليك. سيدي والله العظيم الا كتبيع تبارك الله حويجات زوينين ما شاء الله وطبيعيين. هذا السي يحيى هذه الزميطه ديال هذا العام واحد ديال المرمز. ديال المرمز هذه بشحال ديال الكيلو هذه؟ ديال 5000 50 درهم وكما كتشوفوا يعني تاع المنطقه. يا اليد. وشفنا عندك حتى القرقع. القرقع تاع المنطقه. هذا ديال تبارك الله مصلي عليك رسول الله. شوف بلدي هذاك بلدي. شوفوا الخير تبارك الله ديال البلاد. هذه راه ديال المنطقه اللهم بارك يعني بصراحه. وشفنا هذا شنو هو؟ هذا الغز ديال الدوم. سبحان الله يعني البن يصلح هذا مزيان بزاف. هذا البروستات انا نقولها باش ما يكون هذا تاع البروستات. نعم السي يحيى بزاف البروستات. واش طريقه الاستعمال ديالو كيفاش يديروا له الناس؟ انا نقدر ناكلو هكا وتقدر تطحنو مع العسل. سبحان الله وتاكلو وغارونتي ما يبقاش البروستات. انا نقولها انا مسؤول على هذا الكلام. هذا والله الا معلومه مفيده تبارك الله. هذا ما بزاف تاع الناس ما يعرفوش. وهذا شوف باش نزيدو نوضحوا للناس هذا غز ديال الدوم يعني كيقلعوه الناس. وسط الدوم. لا كيكون وسط الدوم. نعم ويجي غير في واحد الوقيته ماشي دابا. يا كيكون في واحد الموسم. واحد الموسم سبحان الله. هذا كرموس بلديه. كرموس بلديه ديال المنطقه تبارك الله. هذا النبق نتاع السدره. هذا النبق ديال السدره حتى هو ديال المنطقه.
بسم الله. لا هذا جبناه مع حفير. تاع حفير. حفيره ماشي بعيده بزاف، تغجير تاع حفير. اللهم صل عليك رسول الله. كما كتشوفوا يعني هذه كامل منتوجات ديال المنطقه. الله يخلف عليك، شكرا شكرا، الله يعطيك الخير. الحمد لله، اللهم بارك. هذا هي المنتوجات تاع البلاد، وهذه المنطقه تبارك الله ديال تينيسان. شوفوا هنا المسجد، ومنطقه تبارك الله معروفه باللوز. اللهم بارك، انتم تشوفوا اللوز، اللوز، اشجار ديال اللوز. هنايا كاين الجلسه ديالنا، فين كنجلسوا قهوه. هنا عاود جلسه، هنا كاين تحفيظ، مدرسه تحفيظ القران الكريم كما كتشوفوا. ندير لكم واحد الجوله هنايا باش تعرفوا هذا المكان. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. هذه هي المدرسة تحفيظ القرآن. بصراحة بلادنا كتفتقد هاد المدارس هادو. صراحة يعجبني الحال أنا من شفت هاد المدرسة هادي. هاي مدرسة تينيسان لتحفيظ القرآن الكريم والتدريس العلوم الشرعية. بصراحة يعني فرحت أنا من شفت هاد المدرسة هادي. وكاينين فيها الناس هنايا كيجيو من أنحاء المنطقة، يجوا من العيون، يجوا يعني جميع المدن اللي مجاوره باش كيقراو القران هنايا تبارك الله. يعني واحد المنطقه اللي زوينه، كذلك كتشتهر باللوز وتشتهر بجميع الخضروات ديالها والفواكه ديالها تبارك الله. ومنطقه جبليه هذه المنطقه، هذه اللي جات ما بين اقليم بركان واحفير. يعني الا جينا نهضروا احفير قريبه منا، جات واحد 20 كيلومتر على احفير و20 كيلومتر على مدينه بركان، تقريبا جات في الوسط. ها هي الشيبه، ها هو الفول. اللهم بارك، تبارك الله، صلي عليك رسول الله. هذاك راه جلبان لهيه، هذيك الشيبه، شوفوا تبارك الله الشيبه راه مغروسه هنا بزاف المنطقه. تبارك الله، صلي عليك رسول الله يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، والله الا كنفرح ملي كنشوف هاد الخيرات تبارك الله ديال مولانا. الحمد لله مع اللوز. هو اللوز تبارك الله راه ينور. انا في منطقه تينيسان، الحمد لله رب العالمين، الله العظيم الى الخير تبارك الله. منطقه كدير تربيه النحل هنايا، كاين العسل وكذلك تربيه المواشي بحال المعيز، خرفان، البقر، ويعتمدوا اكثريا على الفلاحه. يعني هي قريه فلاحيه. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. احسن حاجه وهي تصبح تحل عينيك في هذه المنطقه هذه، وتشوف الطبيعه تبارك الله ديال الاشجار، ديال الورود، ديال اللوز، وتحل عينيك على واحد الطاجين تبارك الله، واحد البراد ديال اتاي، يا سلام. منطقة معروفة تبارك الله، وكيجيو لها الناس من أنحاء المنطقة باش يكتشفوا هذا المكان الرائع. أفرق غادي، الله يعطيك الخير أخويا يحيى. أولي الله يحفظك، شكرا. إن شاء الله. الطريق كي داير أخويا عبد المسلم؟ الطريق زينة أخويا، مزيانة والله إلا مخيرة. شوف السوق تاع السياحية. أوه أحسن سواق سياحية والله إلا باز أخويا. شحال عندكم سنة ديال السوق؟ ملي كنت صغير عاد كنت عندي 17 عام. تبارك الله، والله الا خويا زعما الله يعطيك الصحه. والله الا واش توصلني معك البركان ولا لا؟ صافي والله الا باص رانا نمشيو البركان ان شاء الله. شوف الفورد اخويا، ما كاش اللي عنده بحال هادي. ها هي اللي عنده بحال هادي طاقي. ها ها هي الفورد. لا ما كاينش بحالها، وحده في المغرب. صافي والله الا خصك ديرها في المزاد العلني هاد. ها اسمع اسمع، الحديد الدوريجين. والله الا باص، بسم الله. مرحبا يا بسم الله. ها هي مشاو يديروا النار. اشوفوا الطريق كي دايره باش ما تقولوش راه الطريق. ها انتم تشوف داك الشيء تبارك الله ناضي مريقل، اللوز راه ينور. ديال الدعم هذاك، سبحان الله. غادي نشوفهم دابا
انا كل مره كنقول غادي يحلو يبان لي ما حلوش. يا هاد البرارك هادو غير مشروع فاشل. ومشاو مشات ميزانيه كبيره هنايا ما خدامين حتى شي حاجه هما هنايا الشعب. نورمالمون يجيو هنا يديروا كاسكروطات يديروا شي حاجه يديروا لا يديروا حوانت ولكن ما خداماش طلبوا لهم شي ميزانيه. يا سبحان الله كان مشكل عندنا مشكل شي أبو الله يسخر الجامعة أخوي. إحنا نبغى غير نبغيهم يكونوا مزيانين. المنطقة معروفة السعر كنت تدعم ثاني كذلك. الجبال ديالها. لا الجبال كاينين. نعم. حفظ القرآن. وي مدرسة التنسة ديال كاين. مدرسة ديال التنسة تبارك الله. كان هنا واحد يعني مزيانة خدموها المنطقة. منطقة جبلية تبارك الله. منطقة جبلية. شحال واحد كيسولني كيقول لي تينيسان تلمسان يعني واش عندهم شي علاقه ما بين الجزائر والمغرب هنا؟ دوك هاد الجوايه هادو الجزائر والمغرب اخويا عبد الله. نعم. واحد كان شي حاجه كان تينيسان تلمسان كلشي قريب هنا. والله الا منطقه تبارك الله انا تعجبني هاد البلاصه. اللهم كرم. لا بلاصه غير هنا.